Ian Huti Puta Swati Sen Her Ispen. All the living upon the earth who may pass by this tomb. You, O, for calling. Ian Hu, all living, all the living. E is O, Anh, U, Anh, Hu, living. And this is the determinative, a man, then three, a plural. So a lot of people, living. O, living, all the living. E an hu, tepa pi u, tepu, tepu, and this is for the plural, so many people are living. So tepu hu are upon, tepu, tep is upon, tepu hu are upon, ta, the earth, and this is the determinative, a road, a way. So tepu, ta, ta is the earth, tepu ta upon the earth. S, what, t, swat. Swat is abbreviation of Swati, who are who may pass, sen they, who they may pass, her upon, pass by in English, upon or by, upon is, which means tomb. And this is the term for the place, the tomb is the place. So is, place, pn, pen, this, pen is this. Who may pass by this place? Swati sen her is pen. Who may pass by this place? Ian hu teputa, swati sen her is pen. All the living upon the earth who may pass by this tomb. Ian hu teputa. سواتي سن هر إيز بن يا أيها الأحياء فوق الأرض الذين قد يعبرون أو العابرون على هذه المقبرة العابرون بهذه المقبرة إي يا زي العربي إي يا ندات نداء يعني نداء للنداء عنخو أحياء وهو شخص حي أو شخص وهو كتير يعني أشخاص كتار عن خو هنا يبقى معناها الأحياء يا أحياء يا عايشين يا اللي عايشين تب فوق البي مكمل صوتي تب وهنا واو تبو فوق وطبعا كتير اللي عايشين فوق تبو يا اللي عايشين فوق اللي فوق يا اللي عايشين يا اللي فوق تا الأرض يا اللي فوق الأرض وهو مخصص الأرض طريق يا عايشين يا اللي فوق الأرض يا عن خو تبو تا سوات طبعا سوات يختصر سواتي أو بيختصر سواتي يعني العابرين الذين قد يعبروا العابرون سن هم اللي هم هيعبروا العابرون الذين هم عابرون حر على أو بي على حرفين على عابرين على إيس يعني مقبرة أدي الآي وأدي الإس وأدي المخصص مكان إيس مقبرة بي أن هذه المقبرة إيس بن على حر إيس بن على هذه المقبرة إيس بن هذه المقبرة سواتي سن حر إيس بن العابرون على هذه المقبرة يا عن خوت بوتا يا أيها الأحياء فوق الأرض سواتي سن حر إيس بن العابرون على هذه المقبرة يا عن خوت بوتا سواتي سن حر إيس بن يا أيها الأحياء فوق الأرض الذين قد يعبرون على هذه المقبرة